السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لورد اكس منجون النهاردة يا جماعة، اخيرا اخيرا يا جماعة هرجع اعمل فيديوهات بإذن الله يا جماعة، كل يوم فيديو او اتنين. اخيرا يا جماعة خدت الاجازة، فالنهاردة يا جماعة تقريبا كده الناس الحلوة اللي هي واقفة لي فوق دول بيقولوا لي اجازة سعيدة. فيا جماعة النهاردة هنلعب لعبة بيجي ذا تورتشر. بصوا يا جماعة، تورتشر ده يعني والله كنت فاكر اسمها، بس يا جماعة ايه مش مهم، المهم ان الشخص ده شرير وده الجيش بتاعه. ويا جماعة لو تفتكروا ان دي زيزي وده بوني اللي ساعدونا في اللعبة اللي فاتت لما موتنا سايرن هيد. فالمهم يا جماعة دول هيساعدونا برضو عشان نتخطى الأشرار دول. يلا بينا يا جماعة ندخل. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. ومع شكل بيقول لي اجازة سعيد، طبعا احنا السيرد بيرسون زي ما احنا نكست. اوكي في يا جماعة المود الاول بيقول لك ان يبقى فيه تورتشر وسولجر، في المود التاني اللي يبقى فيه تورتشر بس، في المود التالت اللي يبقى فيه سولجرز بس. فاحنا هنختار المود الاول وهو اصعب مود فيه. فيلا بينا يا جماعة نبدأ اللعبة. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا جماعة ده بوني اهو وده زيزي، دول يا جماعة اللي ساعدونا. اوكي يا زيزي راحة فين؟ اوكي يا جماعة زيزي بتساعدنا يا جماعة تقتل السولجرز. اوكي حلوة حلوة اوي. طبعا يا جماعة احنا عندنا تقريبا 10 دقايق، فا اوف يا جماعة نخلي بالنا كتير عشان السولجرز بيطلعوا من دول. اوكي نظبط بس كده. انا طبعا هنا يا جماعه عاوزين مفتاح الاحمر. اوكي تورتشر. اوه ايه ده، تورتشر روكن اب انا لقيته في وشي. اوف يا جماعه شكل اللعبه هتبقى صعبه جدا. اوكي جاي عليا. وهنا محتاجين يا جماعه مفتاح برتقاني وفي مفتاح اخضر ليله كبيره بقى. اوكي بس احنا اوكي ده الباب اللي هو مفتاح اللبن، شفته فوق وهو المفتاح اللبن اهو. اوكي لا مش من اولها كده، مش انا هولها حرام عليكم. يا جماعه نطلع نجيب مفتاح اللبن. طبعا يا جماعه احنا برضو عندنا 5 قلوب زي اللعبه اللي فاتت. طبعا احنا خلصنا على سايرن هيد وهربنا من المهرج، فباذن الله يا جماعه عندنا خبره يعني. تعالي يا زيزي والنبي اقتلي لي ده. ايوه عشان بس ما هجمش على زياده امان. اوكي ناخده بقى عشان هو بيترص من هنا، ناخد المفتاح اللبني عشان هو بيترص من هنا يا جماعه بسرعه. فيلا بينا يا جماعه. زيزي على فكره يا جماعه عامله شغل حلو، بتساعدنا نقتل السولجرز ما تخليهمش يجوا جنبنا. اوكي يا جماعه نفتح بقى الباب. اوكي هل هيبقى جواه ايه؟ اوكي يا جماعه نطلع فوق. اوكي عندنا هنا لا هنا فاضي يا جماعه، عندنا هنا الجزره. اوكي الجزره ناخدها. اوكي طول الشارع على فكره يا جماعه صحي، فخلي بالنا. اوكي مفتاح الاخضر حلو، خلي الجزره دي بعدين. اوه 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 جاي ورايا يا جماعه والله العظيم. بصوا بقى ببدا اتوتر بقى يعني، انا ختمت كده لعبتين بس. ايه ده يا زيزي والنبي يا زيزي. اوكي الحمد لله عديت منه. على فكره السولجر ده برضو بيقتل. اوكي نفتح المفتاح ده. اوكي محتاجين هنا خزنه بالمفتاح الاصفر. اوكي يا جماعه اوكي واحد طلع اهو، واحد طلع. اوكي يا جماعه لو تلاحظوا في دبابه هناك. اوه والله كان هيمسكني. اوكي يا جماعه بوني عاوز الجزره. اوكي يا جماعه اوكي والله العظيم خايف. اوكي يا جماعه الجزره اللي احنا لقيناها نديها لبوني. اوكي يا جماعه فين الجزره؟ كانت موجوده فوق مع لا مش هنا لمؤاخذه هعدي بس. يا جماعه في سولجرز يا جماعه بيتمركزوا مكانهم، وفي سولجرز يا جماعه بيبقوا بعدين بيجروا وراك زي التورشر بالظبط. اوكي بس التورشر اسرع منهم. اوكي طلع لي على السلم. خد يا بوني. اوكي بوني هيعمل ايه؟ اوكي حلو قوي بوني يا جماعه، لما بندينه الجزره بيوقف التورشر لمده 20 سنه. فاوكي حلو كده يا جماعه، عاوزين نلاقي باقي المفاتيح. هنا يا جماعه بقى عندنا امكانيه ان احنا ننط يعني، تقريبا في اللعبه اللي فاتت في اللعبه اللي هي بتاعه المهرج ما كانش عندنا امكانيه ان احنا ننط، لكن هنا عندنا امكانيه.
يا جماعة هنا محتاجين الرنش. الرنش ده يا جماعة لو تلاحظوا استخدمناه كذا كذا لعبة. اوكي جاي اعمل ايه؟ اعمل ايه انا بقى دلوقتي؟ اوكي التورتشر يا جماعة خلاص. اوكي طبعا احنا كده بقى ممكن هنلاقي كل شوية جزرة. اوه الحمد لله عدت منه الحمد لله. ايوه انا نازل وراك. لا الحمد لله، حلو قوي كده، حلو قوي. الحمد لله احمدك يا رب. يا عزيز انت هتقتلني انا ولا ايه؟ اوكي يا جماعة هنا بقى عاوزين نستكشف هنا. اوكي طبعا هنا احنا محتاجين بنزين. اوكي وهنا في مفتاح البرتقالي، حلو المفتاح البرتقالي. فيا جماعة لقيناه هنا. اوكي بصوا يا جماعة عسكريين. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا اعمل ايه؟ خلاص اتمسكت. دد اوه يا جماعة بقى والله كنت عظيم، كنت هعدي. اوكي ده احنا عرفنا مكان. بسرعة بقى نجري كده نشوف المفتاح البرتقالي. اوكي يا جماعة المفتاح البرتقالي اهو، الباب بتاعه قدامي. فنروح جايبين مفتاح البرتقالي، وهنا فيها يا جماعة الرنش جوه على ما اعتقد، يعني ده الرنش. اوكي هات المفتاح البرتقالي. اوكي يلا بقى نفتح الباب اللي فيه المفتاح البرتقالي. اوكي يا جماعة نفتح الباب. اوكي يا جماعة ده الكراسي مقلوبة وحاجة، لا الكراسي مش مقلوبة. اوكي المفتاح الاحمر كده سلكت معانا شوية، كده سلكت معانا. اوكي نفتح بقى المفتاح الاحمر، بس المشكلة ان هو واقف لي هناك اهو قدام الباب بالظبط. اوكي لا خليك هنا يا جماعة. ايه ده بقى؟ بصوا ايوه نطلع احنا بقى نجري. اوكي عبار مزيزي. اوكي يا جماعة تقتل السولجر. اوكي هنا ما في ايه؟ في سلم فوق. اوكي وعلى ما اعتقد مفتاح الاصفر، حلو جدا حلو. او ماي جاد. اوه نط، ايوه كده. يا سلام عليا والله العظيم. ايه ده؟ اوكي حلو قوي كده. بصوا يا جماعه هربنا منه ازاي. اوكي كان على وشك انه يمسكنا، بس يا جماعه انا هربت منه. اوكي نفتح الخزنه بقى بسرعه. اوكي في يا جماعه مطفي، ان احنا نطفي الحريقه، في حريقه هنا على ما اعتقد هنطفيها. اوكي يا جماعه طفينا كده الحريق. اوكي محتاجين ايه احنا بقى؟ محتاجين البنزين وكارت هنا يا جماعه. اوكي ايوه الحمد لله يا جماعه ما اتمسكتش. انا كده فاضل لي 3 محاولات على فكره يا جماعه، اللعبه دي اصعب من اللعبه اللي فاتت. اوكي يا جماعه نطفي الحريق ده، هنحتاجه اكيد في حاجه تانية. اوكي فاحنا خلينا نطلع كده. اوكي يا جماعه كان في سلم ما عرفناش نطلعه كله لما فتحنا المفتاح الاحمر، كان في سلم ما عرفناش نطلعه كله. اوكي عشان التورتشر كان ماسكنا. اوكي يا جماعه ايوه هنا كده. اوكي نطفي الحريق هنا، طفي الحريق. اوكي يا جماعه اوكي ايه ده؟ البنزين، حلو البنزين اللي هو بتاع الدبابه. فيا جماعه الجازولين اللي هو بتاع الدبابه يا جماعه، فتعالوا ناخده زي المره اللي فاتت. ايوه بس كده يا جماعه. اوكي الحمد لله يا رب، احمدك يا رب. اوكي هناخده بقى يا جماعه نحطه في الدبابه. اوكي ممكن هنسوق الدبابه دي. وزيزي يا جماعه بصراحه عامله شغل جامد يا جماعه، زيزي عامله شغل جامد، بس مش عامله شغل جامد هنا، انا حسدتها ولا ايه؟ لا ايوه كده يا زيزي، خش عليهم. ايوه كده وقفهم عند حدهم. اوكي الدبابه بتتحرك، حلو. اوكي يا جماعه الرنش اللي احنا كنا محتاجينه. اوكي يا جماعه اوكي التورتشر جاي. اوكي انا يا جماعه عايز احول على ال3 محافظات دول، في هليكوبتر هناك على فكره. اوكي بوني يا جماعه لازم نديله الجزر عشان يوقف التورتشر، مش محتاجين واحنا خلاص بوني ده. فايه يا جماعه يلا بينا نخش الاوضه، هي الاوضه اللي في وشنا دي. اوكي هي دي اللي هنفك فيها، ايوه الرنش بس كده، حلو قوي كده يا جماعه. اوكي تانك ميسل. اوكي يا جماعه دي بنحتاجها في ايه دي؟ اوكي على ما اعتقد يا جماعه دي بنحتاجها في الدبابه او حاجه زي كده. اوكي زيزي والتورتشر، ايه ده يا جماعه؟ صح التورتشر ما بيعملش حاجه لزيزي، طيب مش مشكله. اوكي الحمد لله، انا افتكرت يا جماعه ممكن زيزي تموت التورتشر. اوكي حلو، قصدي التورتشر هو اللي موت زيزي. اوكي يا جماعه ده اللي احنا تقريبا ده في الدبابه، ايوه هو الحمد لله. اوكي اوه
ضربت البتاع. هنا الكارت يا جماعة اللي احنا محتاجينه. اوكي الكارت حلو حلو قوي كده. يلا بسم الله بسم الله هنحطه. اوه التورتشر ورايا التورتشر. اوكي اوكي هعمل ايه بقى دلوقتي؟ الرنش 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 فين؟ الرنش كان في الاوضه اللي جنبينا دي. اوكي يا جماعه اوكي ليتس جو. مسكني مسكني يا جماعه. ده بقى حراسي على ما اعتقد. ده يا جماعه كان من ضمن جيش سلندر مان، قصدي سايرن هيد، اللي هو كان ايه ده ايه ده ايه ده ايه هو فيه؟ خلاص يا عم اوكي. فيا جماعه ناخد الرنش الرنش. اوكي ناخد الرنش وهو ده بيجري ورايا دلوقتي. بصوا يا جماعه ممكن التورشر يسرع. اوكي اكيد ده مش هيدخل لي جوه يعني. اوكي اوكي يا رب ما يدخل جوه. الحمد لله يا جماعه السولجرز دول انا اكتشفت ان هو ما بيدخلوش الاوض، لكن التورشر ممكن يدخلوا الاوض اللي احنا بناخد فيها الحاجات. اوكي اوكي التورشر ووكن اب. اوكي يا جماعه هنحط الرنش هنا والسولجر اهو يا جماعه في وشي. اوكي اوكي خلصنا يا جماعه اللعبه، خلصنا يا جماعه، ختمنا اللعبه يو وين. اوكي يا جماعه خلصناها كده ويا جماعه اخيرا فزنا. اوكي كان فاضل لي كده يا جماعه محاولتين تقريبا. اوكي بص يا حبيبي انت داخل فين؟ انا هربت. اوكي اوكي يا جماعه خلاص خلصنا. اوكي طبعا يا جماعه وقفنا لحد هنا، مش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات جايه ويلا سلام.